ماذا هناك؟ هناك عسكري مفقود كابيتان، كان يمشي وراءنا ثم فقد. من هو؟ لسوليدا لويس كابيتان. ولماذا لم ترجعوا وراءه؟ كي لا نتأخر عنكم كابيتان. ولكن هل تسمح لي أن أخذ دوري وأبحث عنه؟ بالطبع، هيا بسرعة. وي كابيتان. من فعل بك هذا؟ لا أعلم. ماشي، تفضل خلدة. يا سيد ساوي صعب فول مرتا عيونك شرف. كأنه كتران جيدكم على الحارة يا جناب الكابتن. شو صاير؟ أقسم بشرفي إذا ما بتضبوا رجالكم لخلي عيشتكم كوابيس. والله نحن رجالنا مضبوبين، بس انت رجالك اللي فلتانين وبدهم ضب. نزل ايدك. وحياتك لتتبعها على الحركة. وحياتك سولدا عليه. عبد الضحاك ولا يهمك يا زعيم. كل مين على شغله يا شباب؟ شرفوا يا رجال، شرفوا. راح الحال وليدوس الحارة. يا بدوح، شاي شاي على السريع لك بقريتنا. يلا أمرك معلم. يا رب شرف عمي أبو النور. الله يعطيكم العافية. الله يخلينا عمي أبو النور. عليكم الشباب الله يعطيكم العافية. شيلوا من بالك عمي، شيلوا من بالك. لا لا بسيطة 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 أبو النور. كل شيء بوقته حلو. مظبوط. لك عيونك أبو النور. مثل ما قال أخونا أبو النور، كل شيء بوقته حلو. صباح الخير. أهلين دكتور. يعطيك العافية. أخي يعقوب، نحن بدنا نعتذر منك. بدنا نسكرها للورشة. وشو لك معنا تكرم عيونك؟ أنا في إله أجار شهر. بعدين دكتور هذا ذهب كسر، شو نعمل فيه؟ ما هدول قديش بيسوا؟ 100 ليرة تقريبا. خلص معناته بيعهم وخذ حقهم واعتبرهم اجرتك. الله يعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. عقوب روحي حلب، عقوب تعي حلب، عقوب اشتغلي، عقوب. هذا الكابتن ما بده يجيبها لبرا. يا سيدي ونحن أصلاً بدنا ننسحب من اتفاقنا مع الفرنساوي. يا جماعة خلونا نفكر بعقل. طيب شو رأيكم قل لهم للرجال حارة الخوخة أنه يجوا يجتمعوا معنا؟ أكيد ما رح يرضوا يجوا. وليش لحتى ما يرضوا يجوا؟ مظبوط، ما حدا أحسن من حدا. أبو النور، أنت بترضى تجتمع عندهم؟ أكيد لا، لأنه هو المعتدي. حلونا هالقصة وخلصونا. من يومين فتح ورشة داب لحتى ركاني، وحياة هالشوارب ما بركع إلا لرب العالمين. صلي على النبي، صلي على النبي يا أبو النور. بتمن تكبيرنا ولو؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شو اعتمدتوا يا جماعة؟ شو رأيكم يا رجال؟ خلينا نجتمع المساء بالقهوة وندعي رجال حارة الخوخة يجوا لعنا. أخي أبو نعيم، مور زعيم، تقدر تدعي لعدني بيك اليوم بعد صلاة المغرب اللي عندك على القهوة؟ على رأسي، تؤمر أمر. تسلم، استغفر الله. يلا يا جماعة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا تفضلوا يا جماعة. السلام عليكم. الله معكم. وعليكم السلام.
عليكم السلام. السلام يلا معكم. تفضل معلم. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل معلم تفضل. لا والله العيب ما كان على الحاجب. لا الحردبي ما بتعلى على الجمل. لكم لا يلا خلصنا انت وياه. يا ميت اهلا وسهلا عليه بالخواجه شرف. شرفوا. كيفك مسيو؟ الحمد لله. خواجه وين هالغيبي؟ بعرف كنت راح بيع القطع اللي عندي. انا امبارح يجي من فرنسا وفورا يجي لعندك. اهلا وسهلا فيك. شو في عندك شي جاهز يشتري؟ والله في عندي كذا قطع بس اذا بتطول بالك علي يومين عندي قطعتين مدللين بدهم شويه شغل. تمام. وليش ما رحت على اجتماع القهوه لك اخي؟ يمينة اختي يمينة. قلبي من الحامد لاوي، انا طايق قلبي من الاجتماعات خصوصي هذا صاحبكم، قال عزمي بيك. خالي لا تحكي على عزمي بيك. معلش بنت اختي، بلا منقود يعني، انا ما بطيقه. طيب معلمك ابو النور الزعيم يعني شو اخباره؟ والله اخباره لا بتسر البال ولا الخاطر. ليش لك اخي؟ والله ابو النور عسلامته. ايه معلوم هو عسلامته. بس لاقطين بنته عم تطلع مع هذا ابنه لعزمي اصمت بالسر. يو شو هالحكي؟ مو على اساس افتكار العصمه؟ ها على اساس. انا قايمه يا جدة الشاي برد. عما اذا هالحكي صحيح؟ مثل ما عامل لك اختي مثل ما عامل لك مطبوله الدنيا وقايمه لايامي. ايوه بوسينه هي عدوتي، هي اللي عم تصرف قاتي مني. الله لا يخليني إذا بخليها تتهنى فشري تأخذ عصمك مني. الله يمسيكم بالخير. أهلين عزمي بيك. وطالما قاعدين قاعدة أهلية بمحلية صراحة بدنا نعرف مين هاد يلي عم يقتل الفرنساوية. مو نحنا. لك مو أنتوا قلتوا إنه أنتوا لازم نسلمكم للفرنسي. شو بيعرفنا نحنا يا عمي شو بيعرفنا؟ لك شو بيعرفكم؟ مو انتو كذبتوا علينا وعملتوا حالكم ابطال؟ نحنا ابطال عزمي بيه غصبا عن اللي بيقول ايه وعن اللي بيقول لا. وابطال بجوبها؟ والله نحنا مشينا الفرنسيين عبطارة بس بطلناها هي القصص. طيب يا جماعة حدا يخبرنا مين اللي عمل هيك؟ اللي عم يعمل هالعمايل من برات الحارة. حلو معناته ما حدا يبيض علينا مراجين ومنقول له للفرنساوي انه مو من حارتنا. خلوكم رجال وقولوا انه انتم اللي عم تقتلوا الفرنساويه ولكم علينا ما راح نفسد عليكم البنوب. كلام من دوسر. لك شنو قلت الثاني؟ كل ساعه والثانيه كلام من دوسر كلام من دوسر. لك شو اللي دوسر؟ حلمي افندي انت بدك تبطل تتشفتر علينا؟ انت بدك تتجوز ونخلص منها؟ يا جماعه خلاص خلونا نقول مثل ما قال ابو نعيم هن مو من عنا. لا قلنا لهم قلنا لهم وما حدا رد علينا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.